اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا بيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. خليها سمك النهارده يا شفنا. معانا كاليماريا النهارده، والكاليماريا اللي معايا كاليماريا اوزي صغيره كده لطيفه وجميله. هنعملها مقليه كريسبي بالزبده والليمون، حاجه جديده كده لاول مره ممكن نعملها، هتعجب حضراتكم ان شاء الله. والاطفال والاولاد مش بيحبوا السمك، بس عند الجمبري والمقليات زي كاليماريا صبيت ما يقول له ما فيش اعتراض، بيحبوا ياكلوها دايما على طول. معانا سمك في القش بياض النهارده، هنعمله صينيه بالبطاطس فيها خبره طهويه كده، دي حاجه بقى ايه مسبكه، صينيه البطاطس مع سمك في القش بياض. نشوف هنعملها ازاي بطريقه بسيطه وسهله. عدل الاكل ده شويه رز ابيض على النار بيستوي، مش هنضيع وقت فيهم. معانا النهارده المانجا، والمانجا بتاعتنا السنه دي مكسره الدنيا، تصدير لكل الدول العالم، مانجا طعمها عسل من ارض طيبه. هنعملها سموز النهارده بالليمون والكريمه، هنشوف نعملها مع بعض ازاي بطريقه جديده برضو. وكل ما تيجي في ايدي المانجا لازم اكلها بعصير او بطريقه جديده، هنشوف نعملها مع بعض ازاي سموزي بطريقه جديده هتعجب الاطفال وتعجب الكبار. مش عايز اطول حضراتكم لان الحلقه النهارده فيها شويه شغل للامانه وفيها ابتكار طهوي. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. وخليها سمك النهارده دايما بيقولوا لي على السوشيال ميديا لما بنسمع خليها سمك النهارده بتعمل سمك كشيف بطريقه جديده، طريقه مبتكره، ولكن الاهم من ده كله بطريقه سهله. كاليماريا مقليه كريسبي هيحبوها الاولاد والكبار، مقاديرها على الشاشه. كاليماريا صغيره اللي هي الاوز الحلوه، يعني الكيلو بيعمل 20 30 واحده تقريبا. معانا روس الكاليماريا نفسها كمان، معانا زبده، معانا ليمون، معانا زيت للتحمير، معانا دقيق نشا، دقيق سميد، عصير ليمون. تعالوا شوفوا نعملها مع بعض ازاي. كاليماريا على الشاشه صورتها لطيفه جميله تعني مليون كلمه مع الليمون. تعالوا شوفوا نعملها ونتبلها الاول مع بعض ازاي. اول حاجه هنتبل الكاليماري، حلوه قوي، نتبلها كده مع بعض ونقطعها بتقطيعه حلوه. ايه رايك في الكاليماري؟ لسه مش هاخد المقادير يا فندم. يلا هاخد المقادير تاني. نشوف الكاليماريا مقاديرها على الشاشه. معانا كاليماري، معانا عصير ليمون وتوم، الله، وزبده وليمون. معانا البهارات بتاعتنا ملح وكمون وشمر ناعم. المقادير بسيطة وسهلة ولكن الخبرة الطهوية تفوق قمة الهرم. كاليماريا صغيرة 30 40 في الحبة، تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. هناخد الكاليماريا الحلوة دي كده الأول، نبص عليها كده الأول. الكاليماريا دي غير الكاليماريا اللي بتشوفوها كبيرة، شفتوها معانا الكبيرة قبل كده. الصغيرة الحلوة دي كده اتطلبت مني ازاي نعملها مقلية يا شيف. بناكلها ببعض المطاعم بتبقى زي ما هي كده. كاليماريا عصفوري، كاليماريا اوزي صغيرة ولطيفة وجميلة. تعالوا نعملها مع بعض بطريقة بسيطة وسهلة. الأول حاجة هنتبلها مع بعض، حلو الكلام؟ طيب التتبيلة بتاعتها كالآتي: توم مفروم ناعم هنا كده. اوعي يا ست الكل حذاري تحطي زيت او زبده في تتبيله السمك، اذا كان سمك، اذا كان كاليماري، اذا كان صبيط، جمبري، اوعي تحطي لا زبده ولا زيت. انا حطيت دلوقتي توم وملح، توم وملح، حلو قوي. شويه عصير ليمون، توم وملح وعصير ليمون كده، مفيش زفاره. بهاراتنا ملح وفلفل وكمون وشوية شمر ناعمين، دول أساسي. ما هو الشمر يا شفنا؟ الشمر بذور الشبت المفرومة ناعم، حلو. وفي توابل السمك وخاصة كاليماري وسبيت ما تكتريش توابل كتيرة عشان نستطعم إذا كان ده سبيت ولا كاليماري. وإيه الفرق بين الكاليماري والسبيت يا عم الشيف؟ الفرق مفيش، بسيط جدا، اللون واحد، دي أبيض وده أبيض. كاليماريا منها أحجام صغيرة والسبيت منه أحجام صغيرة، يعني الحجم واحد ولكن الشكل مش واحد. كاليماريا زي ما حضراتكم شايفينها معايا كده بتبقى قراطيس صغيره، اما الصبيط له شكل تاني طبعا
بيبقى كده كبير عامل زي كف الايد. التتبيله اللطيفه دي كده اهي عباره عن ثوم، شويه كمون، شويه كزبره، عصير ليمون، واخلي التتبيله كده جاهزه زي الفل. اهم حاجه فيها الثوم وعصير الليمون. حلو قوي. ناخد الكاليماري بتاعتنا بقى بسكينه صغيره كده حاميه ونبدا نفتحها كده. طالما هي صغيره بالحجم ده كده مش محتاج ان انا اقطعها. اه زي ما هي كده احطها في التتبيله. اه اتفرجي عليها دي لما تتقلي. اه بالشكل ده كده. ممكن اقليها سليمه يا شيف؟ لا، ما يفضلش انك تقليها سليمه. انا عايز افتحها من بطنها كده بالطريقه دي كده عشان التتبيله تخش جوه حبات الكاليماري واكلها كريسبي. بعد التتبيله دي يا عم الشيف بنجهز التوبنج بتاعنا، عباره عن دقيق ونشا وسميد ناعم. دقيق ونشا وسميد ناعم. كاليماري افتحها بالشكل ده كده. لما تروح عند السماك هيقول لك الكاليماري عايزاها متنضفه ولا عايزاها سليمه؟ قولوا له لو سمحت نضفها لي، بس من فضلك الروس بتاعت الكاليماري عايزها. هيقول لك يا فندم لانه بيتعب في تنظيفها، مفيش مشكله لما تراضيه ويديك الروس بتاعت الكاليماري الحلوه ديت. ممكن تعملها شوربه تبقى لطيفه وجميله، اللي هي معايا دي مخرجنا الجميل، او انك تعملي شويه رز صياديه وتحطهم في قلبيها، او رز ابيض وتحطهم في قلبيها، او رز بالسري فود وتحطها في قلبيها، وهكذا. عشان كده بقول لك كلمه حلوه للراجل، يقول لو سمحت من فضلك انا عايز الرز بتاعت الكاليماري. الرز بتاعت الكاليماري غير رز السبيط. رز السبيط ده اجباري لازم يحطها، لان السبطايه نصها ولا تلتها الراس بالزعانف بتاعتها، فطبيعي بتلاقيها في قلب الكيس مع اللي بينضف لك السبيط. اما الكاليماري بيستسهل ويلمي الراس بتاعته. انا بزعل. قالوا الكلام؟ النصايح دي بقولها لك كده وانا شغال، لان انتوا عارفين طبيعه الشيف المغازي ومدرسه الشيف المغازي. معاكي واحده واحده في اي معلومه انت حباها، ومش ببخل عليكي باي معلومه عشان تكوني في المطبخ ناجحه وبتعملي حاجات حلوه لاسرتك واولادك يا ست الكل. ادي الكاليماري كلها فتحتها بالشكل ده كده، معاها الروس اهيت، مع عصره الليمون الحلوه الطيبه دي كده، والتتبيله اللي انا جهزتها من البدايه هقولها تاني عشان اللي جت متاخره. من فضلك احنا ميعادنا الساعه 1 على القناه الاولى المصريه، وعلى الفضائيه المصريه بتتشاف في كل الكره الارضيه من 1 ل 2 كل يوم ما عدا الجمعه. حلو قوي. تبلنا الكاليماري بالشكل ده كده. اه نمسكها كده. الله، ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ اتغيرت لونها؟ اه شربت التتبيله؟ اه بقى لها طعم تاني؟ اه نيجي بقى لشطاره الشيف المغازي. ايه هي؟ نقف محطه هنا، ممكن نعمل دي فاهيتا، ممكن نعملها طاجن، ممكن نعملها فاهيتا مع فلفل الوان وبصل وكله يتحمر مع بعضه، وفي الاخر نقدمها على الفلامبيه تبقى لطيفه وجميله زي المطاعم. ممكن نعمل طاجن كاليماري بالقشطه، طاجن كاليماري بلسان العصفور، وهكذا. بعد التتبيله الحلوه دي مخرجنا الجميل، تعالوا نجهز التوبنج بتاعنا اللي هو اهم حاجه عشان الكاليماري دي تطلع معايا كريسبي ولطيفه وجميله. هنجهز التوبنج ازاي واحنا شغالين مع بعض كده واحده واحده؟ هنجيب بوله تانيه او كاسرولة فيها دقيق بالشكل ده كده. اه دولت من الدقيق كوبايتين دقيق تقريبا. بنحط على الكوبايتين الدقيق دولت شويه نشا، تقريبا 4 معالق من النشا. ركزي معايا من فضلك، الله يرضى عليك. حطيت كوبايتين من الدقيق عليهم 4 معالق من النشا. كل كوبايه دقيق بتاخد 2 معالق من النشا. علل ولماذا؟ علشان الكاليماريا ما تبقاش طريه معاكي
وتبقى كريسبي وتاخد شخصية في قلب الزيت، لأن النشا اللي هو المنتج من الدقيق بيطلع من الذرة طبعا احنا عارفين، غير القمح، النشا ده بيطلع من الذرة واحنا عارفين الحاجة دي، فايدته بالذات مع المقليات بيخليها كريسبي، فدايما تستفيدي بيه. إضافة الشيف المغازي بقى للكاليماريا عشان تحس ان هي مرملة ولطيفة، حفنة من السميت الناعم. الله يا عم الشيف الروان ده، والبهارات بتاعتنا في قلب الدقيق والسميت والنشا. ايه يا بهاراتك؟ شوية بابريكا حلوين، شوية كركم حلوين، شوية كمون حلوين بالشكل ده كده، برضو كمون وكزبرة مع شمر ناعم. التوابل اللي حطناها على التتبيلة بتاعتها هي نفس التوابل اللي هنحطها على الدقيق، ده مهم جدا علشان يبقى التوبنج له طعم. ناكل التوبنج ونسيب الكاليماري. هناخد الكاليماري بعد ما تبلناها بالتوابل الحلوة دي كده، والدقيق مع النشا والسبيط، هنسقطه في قلب الخلطة دي ونسيبه وننساه ونشوف ايه ورانا في البيت. نعمل سلطة، نعمل رز، نشوف الأولاد متطلباتهم ايه، نشوف جوزي رايح على الشغل وهكذا. ده دقيق نشا سميت حلوة. هناخد الكاليماريا الحلوة دي كده بين كفاي ايدي وعصرها. الله، وسقطها هنا، واخد التاني كده وعصرها، وسقطها هنا، واخد دول كده وعصرهم، وسقطهم هنا، واشيل ده ملوش عوزة، واخلي دي كده هنا مع حضراتكم. واحدة واحدة انا شغالها، حلو الكلام. ونمسكها نقلبها كده ونفلفلها كده ونسيبها في الدقيق تعيش شوية، 10 دقايق تقريبا، وانساها شوية. اتعلمت ازاي يا حلوة؟ يا ست الكل، يا أمي، يا تاج راسي، يا خالتي، يا تيتا، يا ماما، تعملي الكاليماريا في البيت مقلية ازاي؟ ضمنت النظافة، ضمنت زيتك النظيف الحلو، ولادك أكلوا سمك من إيدك. ادي الكاليماريا قطعتها بشكل جديد. بص على مخرجنا كده بالله عليك، انا عارف انك انت عايز كاليماري النهارده. شايف الكاليماري؟ شرايح من الكاليماري مقليه وكريسب. هنسيبها في التتبيله كده، وتعالوا ناخد بعضينا نطلع فاصل صغير، نروق مكان الكاونتر بتاعنا، نغير السكينه، نغير البلانشة عشان نبدأ نخش على طبق تاني يناسب كبار السن، يناسب الأطفال، أكلة من الأكلات المصرية الجميلة اللي هي صينية سمك بالبطاطس، بس على طريقة الشيف المغازي بالتأكيد لها طعم تاني. أوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الكاليماريا احنا حطيناها في الدقيق، والخلطه التوبنج بتاعتنا اللي هي المختلفه، التركيبه بتاعت الشيف المغازي عباره عن سميت ناعم معلقتين مع 4 معالق من النشا مع 2 كوباية دقيق، كميه الكاليماري كيلو تقريبا بالروس بعد التنظيف في قلب الكاسرولة. سيبيها زي ما هي، انسيها شويه لمده 10 دقائق. نشوف مقادير صينيه البطاطس بالسمك الفيليه قشر بياض، والسمك الفيليه القشر البياض اللي معايا ده مجمد، بتشتريه من اي سوبر ماركت، بتفكيه وتغسليه وتقطعيه بالشكل ده كده، ومعانا بطاطس وزبده، فلفله حلوه، زيتون اخضر، كزبره خضراء، شبت، ثوم، بصل. المقادير على الشاشه، ولكن الفكر الطهوي والابداع الطهوي فين يا عم الشيف؟ معانا نتابع، يلا نشتغل. ناخد البطاطس نقطعها شرايح، يلا بالشكل ده كده، حبتين بطاطس، 3 حبات بطاطس، انت وحبك للبطاطس، ومين مش بيحب البطاطس؟ كلنا مفطومين على البطاطس. حلوة، شرايح رفيعة كده كأنك بتقطعها لشيبسي، يعني انا مش عايزها، ما بحبش انا البطاطس اللي تبقى متقطعة تخينة.
حلو. كمان واحدة. يلا كمان واحدة. دايما لما تيجي تقطعي بطاطس، بما جت الصدفة نتكلم عن البطاطس، لما تيجي تقطعيها للمبتدئين في المطبخ بالذات، مسكة السكينة دي كده. ودايما انا بقول لما تيجي تقطعي خضار، بطاطس، كوسة، تجيب السكينة اللي هي المستحد بتاعها او السلاح بتاعها يكون عريض بالشكل ده كده، زي المثال، زي السطور اللي معايا ده كده. والبطاطساية بتركزيها على الارض بالشكل ده كده، تقوم ان هي تحت ايدك ما ايه، ما تتعوكش ولا تتهز، تبقى تقطعها بالشكل ده. تقطعها وانت مغمضه، وانت مغمضه، وتبص للكاميرا، وانا شغال بس خلاص. تعالوا ناخد البطاطس دي زي ما هي كده، زي ما هي كده كده معايا. ده مهم جدا. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هحمرها في الزيت، بس مش هحمرها في الزيت كده، شفت الشقاوه بقى، بطريقه مختلفه. حط عليها توم، الله عليك، حط عليها شويه زعتر، ده الجديد بقى. كل يوم نعمل صينيه بطاطس هتكون معموله بطريقه جديده وبطريقه مختلفه. حطيت توم وزعتر، تسلم ايدك يا عم الشيف، وشويه فلفل اسود وشوية نشا، واخد البطاطس دي يا عم الشيف. قد ايه نشا يا عم الشيف؟ يعني معلقتين لشوية البطاطس اللي انا قطعتهم دول. علل ولماذا؟ دايما بقول لحضراتكم وانا شغال بحط ايه على ايه عشان في الاخر يدينا ايه. حلو الكلام ده؟ يعني انا حطيت النشا ليه دلوقتي على البطاطس، مع ان البطاطس مصدر غني جدا للنشويات، بس النشويات بتاعت البطاطس غير النشا بتاعت الذره. نشويات البطاطس ربنا سبحانه وتعالى خلقها فيها تمتص السموم اللي موجوده في الجسم، زائد النشويات بتاعتها قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن النشا اللي انا حطيته دلوقتي علشان يمتص الميه ويثبت التتبيله اللي انا حطيتها من التوم والزعتر والفلفل. اخد البطاطس دي يا عم الشيف وافكها كده، ربنا يفكها علينا بالشكل ده كده، واحمرها في الزيت، افصصها يعني. حلو الكلام. فين الميه بتاعت البطاطس؟ لونها اتغير البطاطس؟ ابدا. في قلب الزيت ونشوحها على ما نشوف هنعمل ايه في الفيليه. يلا مع السلامه يا حلوه، مع السلامه يا بيضه. في قلب الزيت بالنشا بالثوم بالزعتر، حلو، نفس الكسرونه هشتغل فيها، والله ما غيرها، هي 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 معايا. كل القصه هجيب منديل وامسحها كده من الاطراف. انا عايزك في المطبخ زي ما انا شغال كده، خلي قلبك جامد. حلو الكلام؟ عايزها دي. وانا فاضي عشان كل شويه نغسل الاطباق ونغسل الحاجات اللي موجوده، الحوض مليان والمطبخ مقلوب. تعالوا مع بعض، السمك الفيليه معانا. هناخد السمك الفيليه زي ما هو كده، قشر بياض يا بياضة، نقطع الشريحة اتنين، الليمونة نخليه هنا ونشيل ده من هنا. السمك الفيليه نجيبه كده بالسطور فتحتين شرايح كده كمان واحدة كبار السن بهدوم الصينية الحلوة دي كده، الأطفال مستقبلنا بين ايديكم، بهديكوا الصينيه دي كده. الناس اللي ما بتحبش الشوك بتاع السمك بهدوموا الصينيه دي كده. السمك ده انا مش هتبله ولا احط عليه اي توابل ولا هجيب جنبه اي ذره ملح، زي ما هو كده بس كلوب. حلو، كل اللي انا هعمله دلوقتي هاخد الليمون ده كده واعصره عليه. الله يبارك لك يا شيف. وعندي طاسه شديده الحراره على النار. حلو الكلام. الطاسه دي اعمل فيها بقى، هي دي التركايه، بحط فيها زيت زيتون. خلي بالك انا معايا شويه رز على النار، حكايه طاسه على النار فيها شويه زيت زيتون، بحط على زيت الزيتون ده بصلايه وتومه. العب بصلايه الاول مع التومه الحلوه، ونقلب دول مع بعض
البصلاوي والتومه. اوعى يا حذاري تحط بصل ني في صينيه زي دي، ازعل منك قوي على فكره. يبقى اللي انا بعمله ده ملوش اي لازمه. البصل لازم تستوي هنا، يجي على بالك تقولي اقطع شرايح بصل، لا 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 لا، الموضوع هنا خد سكه تانية انا مش بحبها، تشم ريحه البصل في قلب السمك الواحد يقوم يسيب السفره ويمشي. ادي البصله والتومه في قلب النار. وهم بيتحمروا بحط شويه بهارات كده، من الكمون، من البابريكا، من الكزبره، من الملح، وانا شغال. لا انت تشتغل بقى عشان ما تزعلنيش منك والنبي، الله يرضى عليك. حلو؟ تمام. نقلب. معايا زيتون اخضر فضلة خيرك. الله. معانا فلفله حلوه. معانا كزبره خضراء. معانا شبت. ونقلب. الله عليك يا عم الشيخ، ايه الابداع ده؟ كل ده مع بعضه على النار. شغالين كده زي الفل. شيل كل ده ملوش اي لازمه، خلصنا خلاص. معانا زبده بكثافه. ونقلب. هتدينا جوسي بشويه ميه مغليه. بس خلاص. سيبهم يغلوا على النار. طبعا مخرجنا الجميل شاطر، انا عارف. عارف انت الدنيا هتمشي ازاي معانا كده، صح؟ نروق البوتاجاز عينيا. السمك انا ما جبتش جنبه اي توابل. خلينا ناخد بعضينا على التتبيله اللي انا عملتها دي، ما تستوي معايا. وعندي بطاطس في قلب الزيت. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هناخد بعضينا ونطلع فاصل صغير، بس نصيحه من الشيف بيحبكم، وعشان انتوا غاليين عليا انا بعمل لكم اكله سمك النهارده ما حصلتش. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. بتعمل ايه يا عم الشيف؟ مخرجنا بيسال. قلت له لما نطلع مع بعض نقول بصطاد الكاليماريا من الدقيق. بالشكل ده كده، باكد طبعا ان هي كلها خلاص حلوه قوي بالشكل ده كده زي الفل. دي الكاليماريا بعد ما حطيناها في التتبيله، بتاكد ان التتبيله دخلت جواها، بقت بسكوته. دي الكاليماري بتاعتي زي الفل. اشيل الدقيق ده مش عايزه. وعندنا الزيت شديد الحراره، اخباره ايه؟ زي الفل. هاخد الكاليماريا دي كده وهي قدام عينيا كده، يا حبه عينيا بنسمها. تعالوا بقى مع بعض نحطها في قلب الزيت بالشكل ده كده. التنسيمه دي مطلوبه في قلب الزيت يا عم الشيف، زيت شديد الحراره. نعم، هقول لك بعد ما سقطها في قلب الزيت. بقول لي حطيت عليها ليه؟ حطيت ميه عليها ليه؟ عشان اثبت التوبنج اللي انا تعبت عليه، التتبيله الاوليه، بعدين النشا، بعدين الدقيق، بعدين السميد. ما تتحطش كلها، خلي بالك، تحط كده واحده واحده، ما تحطيش واحده على التانيه. كاليماريا متحمره بطريقه جديده، وانا بحب الكاليماريا الاوزي الصغيره اللطيفه الجميله. بحب الرز بتاعت الكاليماري، تبقى عامله زي الطعميه بعد ما تتحمر. والله بص، شايف الراس دي؟ بص الراس دي، بص. عامله زي راس العصفوره. يلا هز عينيا. حلو قوي الكاليماريا كده، لازم اسقطها كلها في الزيت مره واحده. طبعا الكاليماريا الصغيره دي لما بتستوي
بيبقى طعمها كريسبي وبتاخدش وقت كتير في السوا. نسيبها في قلب الزيت. تعالوا نرجع للبطاطس وحكايه البطاطس اللي الشيف وقف عندها وطلعنا فاصل. السمك معانا كل اللي احنا عملناه عصرنا عصره ليمون. معانا طاس على النار حاطين فيها شويه خلطه لطاف من الزيتون من البصل والثوم من التتبيله بتاعتنا الفلفله الحلوه بهاراتنا ملح وفلفل بالشكل ده كده اتسبكت تقريبا. نبص عليها كده نحطها جنب البطاطس. ايه رايك مخرجنا؟ ايه. ومعانا السمك على البلانشه بتاعتنا. كل اللي انا عملته قطعته شرايح اسكالوب وعصرت عليه عصره ليمون بس. هاخد البطاطس دي كده في نفس الكسرولة وارصها كده شرايح شرايح. حلو يا عم الشيف. وناخد السمك بتاعنا ده كده حط على البطاطس زي ما هو كده. ما حطيتش اي توابل عليه خالص لان توابل البطاطس دي انا عايزها. الخلطه اللي انا عايزها دي هتنزل عليه دلوقتي لا تقلق. حلو الكلام. هناخد الخلطه دي كده. الله عليك وعلى والديك. شفت السمك اتبل ازاي؟ اوعى تحط بصله نيه يا امي الله يرضى عليك. نشتغل كده نرص البطاطس الرصه الحلوه دي كده وندخلها الفرن ونرجع للزيت لا تقلق. ده انا بقالي كاليماري من 30 سنه. هناخد الخلطه دي كده وبايدي كده اسويها. يلا بينا في درجة حرارة الفرن 180. درجة حرارة الفرن عندي 180. هدخلها الفرن في درجة حرارة 180. شوية دول مطلوبين. الله عليك. في درجة حرارة 180. نبص عليها في الفرن. صلي على الحبيب قلبك يطيب. صينية بطاطس بالسمك الفيليه القشر البياض بطريقة جديدة. والصورة الحلوة من داخل الفرن تتحدث عن نفسها. لا انا هوريك السبيت اهو. بص بقى هنرجع للسبيت تاني. اقفل الفرن يلا بينا العب. يلا تعال شوف السبيت وانا معاك. تبص ده بلح الشام مش سبيت. الا الهزه دي مش اي حد يهز الهزه دي. خلي بالك الهزه دي ما بتعمل ايه بقى؟ بتفصل لك السبيت من بعضه وبتخليه لك كريسبي ان هو يطلع فوق يشم التبريد وينزل تاني. اعمل ايه كده؟ اخليه كده بس خلاص واسيب الزيت يسخن شويه. تعالوا نروق الكاونتر بتاعنا ونغرف شويه الرز الابيض الحلوين والحاجات اللي ملاش عوزه بنخلص منها. مهم جدا لما تعملي اكله سمك يبقى مطبخك رايق وزي الفل. مطلوب منك تقعدي في وسط ولادك وانت بتاكلي وهم بياكلوا تشاركيهم يقولك تسلم ايدك يا ماما. ما يبقوش هم في وادي مع طعم الاكل وانت يا عيني في المطبخ. ترويقه المطبخ مهمه جدا وبكرر تاني النظافه اهم من الاكل في المطبخ. نظافه المطبخ اللي بتساعدك انك تبدعي بتشيلك الكآبه بتديكي طاقة إيجابية بتديكي أمل لبكرة. بجد يا شيفك والله العظيم مفاتيح السعادة الزوجية والعائلية والأسرية والحنية هي المطبخ. مطبخك رايق زي الفل اهو. نغرف شوية رز أبيض حلوين مع بعض. خلي بالك الرز الأبيض احنا عاملين أكل النهاردة مكلف. عدلوا شوية الرز الأبيض دول المفلفل ده. شفت ازاي؟ الله تاكلي صوابع كراهة. نعم يا غالي لازم رز مصري ما ينفعش رز البسماتي يا مخرجنا. رز البسماتي هنا مع أكلة السمك دي مش مطلوبة في كل أنحاء العالم. في الصين في اليابان سمك يعني رز مصري. كاري ممكن رز مصري ورز بسماتي.
بس بصراحة البسماتي مع الكاري أحسن، واحد يقول الحقيقة يعني. وإحنا بننتج برضو رز بسمتي، تاخد الرز ده كده زي ما هو كده بحلاوته دي كده، نحطه هنا مع القرن الفلفل الحلو ده كده اللي كان على وش الرز ده كده، عشان جوزك بيحب الحار، الحاجات دي مطلوبة. حلو الكلام؟ تعالوا نشوف الكاليماري وصلت لفين، نرجعها تاني الزيت. الزيت سخن معانا، بسم الله الرحمن الرحيم، انزل يلا. نجهز طبق للكاليماري. معانا وقت يا شباب نعمل السموزي بتاعنا. معانا سموزي مانجا. الله يا سلام، ربنا مبارك في الوقت. دايما لما نشتغل بإخلاص ونشتغل بحب الوقت بيعدي إنجازا، ولكن لو قاعدين ماسكين الساعة بقى فاضل كام عايزين نمشي ونتاوب. إيه اللي أنت حاطه ده؟ والله شوية نعناع حلوين كده حابب أحطهم مع عم كاليماري بالشكل ده كده. سامعين الصوت ده؟ هقف جنب الزيت عشان نسمع الصوت ده. الله لسه ما خلصتش، اصبر على رزقك. ايه اللي بتعمله ده يا شيف؟ بالله عليك، بالله عليك قول لنا ايه اللي بتعمله ده. ده شغل جامد قوي، شغل عالي قوي. الزيت ده ممكن تكون محمره فيه بطاطس قبل كده. لازم تعمل الشغل ده بس ما تعوري نفسك. يلا نغرفه مع بعض، بسم الله الرحمن الرحيم. الله، كاليماريا مقلية، نخشيها كلها كده مع بعض، ايه رأيك؟ انا هسيب الكاليماريا دي للشباب واكل الرز بتاعتها. ألف أنا وشفا، ألف أنا وشفا للي ياكل. يلا بينا. على فين؟ هنا عينيا. تعال نعمل السموزي بتاعنا، سموزي المانجا بالكريم شانتيه وعصير الليمون. مقاديره على الشاشة مخرجنا الجميل، وهظبط لك الخلاط زي ما انت عايز. مانجا من خير أرضنا، العالم كله يشهد بيها. أخبارك إيه؟ حلو. ومعانا ليمون، ومعانا سكر، ومعانا سكينة صغيرة، ومعانا كريم شانتيه. حلو الكلام؟ تعالوا شوفوا نعملها مع بعض إزاي نتسلى فيها، إحنا مخلصين. معانا صينية في الفرن بتستوي زي ما هي، أنا لسه أنا كنت فاكر إن هي متقطعة. وانا بعشق تقطيع المانجا. حلو، العب. حاضر، ايه رايك اوريك السمك وانا بقطع المانجا عشان ايه الصوره تبقى حلوه معاك حبيب هارتي. يا سلام يا سلام على الحلاوه. بص على السمك كده لسه عايش شويه. بالله عليك بص كده البطاطس بتتحمر ازاي مع الزيتون، بينهم شرايح من السمك الاسكالوب. تعالوا مع بعض نشتغل في المانجا، يلا بينا. شيل دي من هنا. معانا كريم شانتي، معانا المانجا الحلوه دي كده، بسم الله الرحمن الرحيم. ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا بختنا يا مصريين والله. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ النوايا ده ما فيهاش نوايا، سبحان الله. انا اول مره الاقي مانجا ما فيهاش نوايا. اخد المانجا كده بص بص طلع معايا ازاي. بص 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 دي راح على فين، راح على فين.
راح على فين راح على فين يا يلا كمان واحده نلعب كمان واحده يلا السكينه كده صغيره الاكسسوارات دي والسكاكين الصغيره دي لازم تكون موجوده عندك في المطبخ مانجا تفاح جوافه تقعدي لاولادك كده ايه تقطعي شفت انا شلتها من الجناب ما عملتش حاجه انا بقى وكبست عليها بايدي كده اهي يلا بص عليها بص عليها اهي 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 على فين على فين انزل بيها انزل بيها اهي اهي يا ويلي عذاب سكر كريم شانتيه لا المانجا المره دي مختلفه السموزي بتاعنا مختلف طبعا لازم تطلعي المانجا من الديب فريزر يعني تبقى ايه تبريد عالي الله عملتها يا غالي بقول لي ايه رايك في سموز المانجا بالزبادي عملتها والله دور في جوجل واكتب سموز المانجا بالزبادي يطلع لك الشيف المغازي حلو سجل التاريخ سجل خلاص على جوجل نضرب الخلاط بتاعنا بس خلي بالك يا عم الشيف عصره ليمون حلوه كده يلا عصره ليمون في قلب الخلاط اهي 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 آه. الله آه. شرايح من الليمون اهي اوعى تنزلي الليمون زي ما هي كده زي الفل يا عم الشيف ورقتين نعناع اخضر يلا بينا والحليب المثلج الف انا وشيفا للي يشرب مع السلامة بروح لمين الله يا ولدي كفاية عليك كده هي المانجا اصلا تتاكل وهي سليمه سموز المانجا بص على الحلاوة يلا ورايا برافو عليكي سامعك كنت بتقولي يا صبابين العصير زيدوا حالاته زيدوا شرباته سموز المانجا بالكريم شانتيه مع الليمون والنعناع كوباية عصير مش هتلاقيها غير في بيتك انت وبس نعم حاضر يا غالي عايز اشوف الصينية اللي في الفرن تدفع كام مكانه هنا حلو عينيا ودي الصينية هنا ايه يلا بينا لا ما اقولكش ما اقولكش لازم تغازلها وتدلعها وتقول لها كلام حلو تقول لها تسلم ايدك يا ماما تسلم ايدك يا شيف صينية سمك بالبطاطس مدرسة المغازي بطاطس قطعت شرايح حمرناها بالنشا مع توم مع شويه بهارات طريقه جديده لتثبيت التوبنج والتوابل على البطاطس بعد ما اتحمرت خليناها على جنب خدنا السمك قطعناه شرايح ما حطيناش عليه اي توابل غير عصره ليمون للتخلص من الزفاره خدنا الخلطه بتاعتنا اللي هي الزيتون الاخضر مع الكزبره مع الشبت مع البهارات بتاعتنا من الشمر والملح والفلفل والفلفله عصره ليمون غلوه على النار مع بصله وتومه وزبده حطينا شرايح من البطاطس شرايح من السمك الخلطة بتاعتنا الإبداع ثم البطاطس ثم الخلطة دخلناها الفرن في درجة حرارة 180 لمدة 10 دقائق أما الكاليماريا الكريسبي اللطيفة الجميلة تتحدث عن نفسها لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها حلوة ودي لما تاكليها هتقولي شهادتك فيها طلعت إزاي مش عارف معانا رز مصري عدل السفرة بتاعتنا مشروبات غازية ممنوعة على السفرة وخاصة لو كانت أسماك خليكي مع العصيرات الطازة إحنا ربنا كرمنا عندنا المانجا العالم بيحسدنا عليها تعملها آيس كريم تعملها سموزي تعملها مربى تعملها مخلل زي ما انت حابة رؤية
فن ابداع بنشوفه كله مع شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من ماس بيرو. We'll be right back.